كما شدد الرئيس السيسي على ان مصر حققت اصلاحا ملحوظا في منظومه التدريب المهني والتعليم الفني وفقا لمعايير الجوده العالميه، واضاف السيد الرئيس ان الدوله تعمل على وصول الخدمات التدريبيه الى قرى مصر، ذلك من خلال وحدات التدريب المتنقله على مستوى الجمهوريه تحت مظله مبادره حياه كريمه. مقبلون على مرحله مهمه من العمل والانتاج. للوصول الى افاق جديده لمستقبل وطننا الغالي وما يتطلبه ذلك من اسهامات عمال مصر لاستكمال الطريق الصحيح الذي بدأناه فلقد كان الانسان دائما هو محور التنميه وركيزتها فعزمنا على الاستثمار فيه من خلال تنميه مهاراته وقدراته المهنيه والارتقاء بمستوى وعيه ومعرفته وقد حققت مصر اصلاحا ملحوظا في منظومه التدريب المهني والتعليم الفني وفقا لمعايير الجوده العالميه وارتفعت في ذلك مؤشراتنا الدوليه كما وجهنا بالعمل على وصول الخدمات التدريبيه الى قرى مصر من خلال وحدات التدريب المتنقله على مستوى الجمهوريه تحت مظله مبادره حياه كريمه وذلك لتحسين مستوى الخدمات اليوميه المقدمه للمواطنين وتوفير فرص العمل بالمشروعات الصغيره والمتوسطه